بتحب الاغاني القديمه يا كابتن؟ اه طبعا. بتحب مين من الاغاني القديمه؟ احب ام كلثوم، الاغاني القديمه بتاعتها بحبها كلها. يا سلام، بتحب ايه في اغاني ام كلثوم؟ عودت عينك يا سيدي. الكلام ليك يا مدام نادي على فكره، الكلام اللي بيقوله ده عودت عيني، عاوز اعود عينه عليك. ومين تاني من عبد الوهاب؟ عبد الحليم وعبد عبد لا عبد الحليم وفيروز. فيروز بحبها قوي. يا سيدي طبعا. يا سيدي، ده حب جامد قوي يا كابتن يعني حسن. فيروز وام كلثوم دولت الاثنين اساسيين. كابتن حسن الكلام معاك مش عاوز يخلص، وانا لسه قدامي هم كل شيء يقولوا خلص 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 خلص، لكن قبل ما اختم الكلام ده كله، انت بتحب تخش المطبخ كتير يا كابتن؟ لا خالص. طب شوف سلطه. مش بعمل سلطه عندي. لا انا انت بتصطاد بط يا كابتن؟ ولا اعرف اطبخ ولا اعمل سلطه. امال البط كده لكن اخش مثلا قبل ما انام عايز سندوتش كده اعمله، جبنه مش عارف ايه، حاجات الخفيفه دي. يعني انت بتصطاد بط مشوي ولا ايه يا كابتن حسن؟ عندي طبخ ايه. طب الناس بتيجي تطبخ. لا يعني انت ما بتعرفش حاجه خالص في المطبخ يا كابتن؟ لا ما اعرفش اعمل ولا حاجة. تعمل شاي؟ لا اعمل، لا انا لسه هقول لك اعمل شاي. لا انت جيت على نفسك يا كابتن كابتشينو.